أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل كل من طعن في الصحابة رضي الله عنهم بعد إقامة الحجة عليه يعتبر منافقا فيخرج من الملة؟ إذا كان يطعن فيهم لما قاموا به من الدين فإنه يخرج من الملة، أما إذا كان يطعن فيهم لأشخاصهم لا لما قاموا به من الدين هذا يعتبر من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأن الطعن في المسلم مهما كان ولو لم يكن صحابيا هذا من كبائر الذنوب، فكيف بطعنه في الصحابة رضي الله عنهم؟ على كل حال هذا أمر خطير جدا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.